في ابراج كده عندها طله، ليها طله، عندها كاريزما، اول ما تشوفها بتحبها. يعني ابراج بتتحب من اول نظره، من اول لقاء بتشدك كده، شخصيتها ملفته. اول برج طبعا 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 هو برج الاسد. برج الاسد بيتعرف من وسط 100 شخص. يعني لو دخل عليا مجموعه او شله كبيره جدا، برج الاسد بيبان. هتلاقي دايما عارفين الدخله بتاعت دخله الثقه، شخص عنده ثقه رهيبه في نفسه، كاريزماتيك جدا، ملفت بطبيعته، شكله حلو شيك، هتلاقي ريحته حلوه، هتلاقيه ليه شكل كده، هو ليه بيتعرف يعني من قبل ما يتكلم، من قبل بس ان هو يعدي كده بيتعرف الاسد. شخص عارفين الرجل الغامض بسلامته، عارفين لما يبقى فيه بني ادم قاعد انت حاسس ان انت عايز تقوم تتكلم معاه من غير ما ينطق، من غير ما يعمل اي حاجه. ده برج الاسد، هو برج عنده جاذبيه كده رهيبه. بعد برج الاسد في برج الحمل. برج الحمل برضو من الابراج اللي بتهتم جدا بشكلها، بتهتم جدا بالفيرست امبريشن، الانطباع اللي هيسيبه اول مره عند الناس. بيبقى عارف بيقول ايه، طريقته، واثق في نفسه جدا، شخص واثق في نفسه جدا، عارف ان هو لما هيدخل مكان كل الناس هتبص له. شخصيته ملفتة جدا جدا جدا، لما يجي يتكلم مع حد ليه طريقة مختلفة بتخلي اي حد يحبه، بتخلي اي حد يبقى عايز يقعد معاه وعايز يتكلم معاه. بعد الاسد والحمل برج العقرب. برج العقرب من الابراج اللي بالرغم من انها ابراج غامضه جدا وبتبقى في الاول مديه وش محدش فاهمه، بوكر فيس، وش مبهم، هو بيقعد بتحس ان هو ايه، هو مش مدي رياكشن، هو قاعد عامل كده، هو قاعد، هو مناخيره اولا في السماء، هو قاعد بيذاكر كل الناس وقاعد قعدة ثقة كده، وما بيتكلمش كتير، من الناس اللي هي تحسها في الأول تقيلة كده ورزينة، كلامه قليل، بيسمع أكتر بكتير قوي ما بيتكلم، بيقعد يسمع عشان يفهم الناس اللي حواليه، بيقعد يجمع معلومات. بس طول ما هو قاعد ومن كتر ما هو تحس إن هو اللي هو إيه، مش هتتكلم بقى ولا إيه، عنده شخصية كده تخليه يجذب كل الناس اللي حواليك، تلاقي كل الناس عايزة تقرب منه، عايزة تفهمه، عايزة تتكلم معاه، عايزة تعرفه انت مين، اللي هو ليه، مش معنى انت يعني. ده بالنسبة لبرج العقرب. ايه تاني من الابراج برضو اللي عندها كاريزما رهيبة وحضورها حضور قوي؟ برج الجوزاء. برج الجوزاء على عكس بقى الابراج اللي انا قلتها قبل كده انها تقيله ورزينه وكلامها قليل وكده، برج الجوزاء من اكتر الابراج اللي من اول ما تشوفها ليها انرجي، يعني ليها انرجي بتبقى موجوده حواليها، من الابراج اللي عندها التواصل بينها وبين الناس حلو قوي، تحس ان هو شخصيه فاهمه في كل حاجه، عارفه تتعامل مع كل الشخصيات المختلفه، بتفتح مواضيع توكاتيف جدا، وبتحب الكونكشنز بين الناس، فهتلاقيه بيتكلم مع كل الناس، بيتعرف على كل الناس، بيسمع من كل الناس، بيناقش كل الناس، قعدته مبهجة كده وحلوة ظريفة، تخلي كل اللي حواليه يحبه. اللي زيه برضو برج القوس. برج القوس برج فرفوش جدا، يعني من الابراج اللي بتحب الضحك والهزار، وبتحب القعده يبقى فيها ناس كتير ولما وكلها ضحك وهزار وتهييس وكده، فبيعمل مود في اي مكان يدخله، بيعمل روح، بيعمل جو لطيف، جو حلو، بيخلي القعده ظريفه، بيخلي كل الناس اللي حواليه تحب قعدته، كل الناس تبقى عايزه تبقى موجوده معاه، لان هو بيهزر كتير، لو في مشكلة بيلاقي لها حلول بطريقة سهلة سلسة كده، يعني بسيطة.
ده بالنسبة لبرج القوس، ما بيحبش اللي ملوش بقى في المشاكل والتعقيدات لا ده ما ينفعش اكلمه، او ده ينفع اكلمه، او لازم اقول لده ايه او ما اقولش لده ايه. هو بيتعامل بطبيعته جدا وبيتعامل مع الناس كلها حلو. بعد برج القوس ايه تاني من الابراج اللي ليها كاريزما؟ برج الميزان. الميزان كمان من الابراج اللي شيك قوي، شيك في الحياة عموما. بيهتم بشكله، لازم يكون شكله حلو، لازم يسيب انطباع حلو. بلس بقى يعني هو واخد من الابراج الاولانية جزء اللي هي اللي هو بتاع انه عنده كاريزما كده من اول ما بيظهر، من قبل ما يتكلم ليه طلة كده وتحسه غامض، بس لما تقعد معاه واخد بقى الحتة التانية بتاعت انه اجتماعي وفرفوش ولذيذ، فواخد الوسط من الاتنين. لما يقعد ويتكلم معاك هتحس ان هو شخص لذيذ، شخص اجتماعي، شخص مش شخص معقد، مش شخص بيحكم على الناس، قعدته سهلة. في ناس ممكن تبقى قاعدة معاك بس تحس انها في الفيرست امبريشن، او هي قاعدة معاك اول قاعدة، قاعدة بتفليك. ده بيبقى مرهق لان انت قاعد مع شخص هو قاعد بيدرسك من الاخر. الميزان مش كده، الميزان بيتعامل مع الناس بطريقة سلسة جدا، بطريقة بسيطة جدا. ما بيحاولش يحكم على حد، بيتعامل مع كل حد على حسب شخصيته. ما بيحاولش يحكم عليك ويقول لك لا انت وحش انا مش هتعامل معاك، لا انت حلو تعالى. انا بتعامل مع الناس كلها بطريقة كويسة، اللي هيعاملني بطريقة كويسة اهلا وسهلا، اللي هيعاملني بطريقة وحشة هضرب الجزمة وخلاص وخلصنا ويطلع من حياتي. مش مضطر ان انا عشان شخص مش كويس مع الناس يبقى مش كويس معايا، لا انا اتعامل معاه الاول وبعد كده احكم هو كويس معايا ولا لا. مش باخد انطباعات من وداني، باخد انطباعات لما بتعامل مع الناس. فدي كده اكتر ابراج عندها كاريزما وحضورها قوي. كمان برج الجدي، برج الجدي كاريزماتيك جدا، جنتل وشيك. لو بنت فهي ليدي قوي، شكلها ملفت، ليها طلة كده، بتهتم بشكلها، بتهتم انها تحس ان هي بيزنس وومن او بيزنس مان لو ولد. تحسه شخص بريزنتبل قوي كده، يعني شخص مهم. عارفين لما يدخل تحس ان في شخص مهم دخل، في حد مهم دخل، ده برج الجدي. برج الجدي من الاشخاص الكاريزماتيك قوي. برج الدلو كمان، برج الدلو كاريزما قوية جدا، لان برج الدلو شاطر جدا 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 في التعاملات وفي الابيرنس عموما، الفيرست امبريشن. بيعرف يسيب انطباعات اولى حلوة جدا جدا جدا، وبيعرف يجامل قوي، يعني بيعرف يقولك الكلام اللي انت عايز تسمعه. انت النهاردة نازل حاسس ان شكلك حلو وموضب نفسك وبتاع ونازل وحابب ان حد يقولك انت شكلك حلو قوي النهاردة، هتلاقي الدلو هو اللي بيقول. عامل دايت وبقالك فترة تعبان وبتاع وخسيت وعايز حد يحسسك ان انت مجهودك ده باين، اول ما هيشوفك هيقولك على فكرة انت خسيت شكلك حلو قوي برافو. هو بيعرف يسمع الناس الحاجة اللي هم عايزين يسمعوها، شاطر جدا جدا في ده. من الابراج اللي بتتحب جدا 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 من اول نظرة. من الابراج الكاريزما، كاريزمته رهيبة. تحس ان هو فاهمك، ان انت مش محتاج تشرح نفسك ولا تحكي كتير، ولا الكلام معاه سهل، الكلام معاه حلو، الكلام معاه مريح، فتحبه من اول ما تعرفه. تحس ان انت كأنك عارفه من زمان قوي، كأنكوا كنتوا صحاب من وانتوا صغيرين. برج التور كمان من الابراج اللي عندها كاريزما. ابراج تبان انها صامتة وقامتة كده في الاول، بس كاريزمته بتفرض نفسها على الناس. شخص يبان في الاول ان هو تنك ومغرور كده، وممكن ما تحبهوش قوي في اول 10 دقايق، وانس ان انت تبدأ تتكلم معاه او تتعامل معاه تحبه جدا. بس في الاول هو ممكن يسيب انطباع مش الطف حاجة في الحياة، يعني لما تتكلم معاه تلاقيه قلبه طيب جدا وشخص يتحب قوي وشخص حنين جدا وعطوف جدا وبتاع. بس اول انطباع ممكن تاخد وقت شوية على ما تحس بقد ايه هو كاريزما او قد ايه هو
شخصية، قد ايه هو حد يتحب. فبس كده.